السلطات في وسط فرضت إعادة التعبئة بالبطاقات الإلكترونية على البنزين السوبر فقط، وفي كثير من الأحيان يشتكي المواطنون من توقف البطاقة، ليضطر السائق إلى الاستعانة ببطاقات موجودة في المحطة لكنها مجهولة العائدية. يستقطع مبلغ تعبئة البنزين هنا قبل البدء بملء السيارة، ما يفرض على السائق اتخاذ قرار بكمية البنزين الذي يحتاج إليه خزان المركبة، ويجبره على استخدام البطاقة مرتين أحياناً، أو يقرر مبالغ أكبر من خزان وقوده. أنا بصراحة يعني أفول مرتين، لأن ما أعرف إيش قد سيارتي تأخذها، يعني مرات أفول البطاقة وارجع هم أرجع أفول البطاقة، ما أعرف يعني مرات يأخذون 1000 زايد، 1500، هذا مو حل، يعني الدفع الإلكتروني مو حل. يعني بصراحة الراد لنا أقل شيء فدي 3 سنين 4 نتعود على هذا الموضوع، يلا نقدر نسيطر عليه. أنا مرات أنسى بطاقتي بالبيت. 7 محطات في الكوت، 2 منها حكوميتان والبقية أهلية، أغلبها لم تطبق البطاقات الإلكترونية حتى الآن، فيما يزداد الإقبال على المحطات التي تعتمد النقد في تعاملاتها، على الرغم من استقطاع عامل التعبئة 500 دينار من كل سيارة. رغم توقفه المتكرر، فإن أهالي الموصلة يفضلون نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود لكونه بلا قيمة مضافة أو استقطاعات عمال المحطات عند كل تعبئة. الحداثة والتطور في عمل محطات الوقود لاقت هنا ترحيبا كبيرا لما عكسته من اختصار للجهد والوقت والكلف الإضافية المترتبة على أصحاب المركبات بشكل مستمر. العملية جدا ممتازة وتخدم الطرفين، ماكو أي مجال للسرقة. يعني أنت هسه تأخذ 40 لتر عندك ب26 ألف، تنقطع من الكي كارد مالتك 26 ألف، ما بيها لا زيادة ولا نقصان. بس المشاكل اللي صارت يمكن بغير محافظات أن أنا ما أعتقد صار عندنا مشكلة. لكن عدم امتلاك أغلب أصحاب المركبات بطاقات إلكترونية يعد واحدا من أبرز المشاكل الرائجة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على بطاقات يمتلكها عمال المحطات والتي لا تكون متاحة لهم إلا مقابل مبالغ إضافية.